يوم الأربعاء اللي فات انتهى تصوير مسلسل دينا الشربيني كامل العدد، وهو من بطولة شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، ألفة إمام، واحتفل نجومه وصناعه بالمناسبة دي وقطعوا قالب تورتة كبير بيحمل اسم المسلسل. المسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، وهو من النوع الكوميدي العائلي مثل ما سبق وخبرناكم، وقصته بتدور حول اثنين بيحبوا بعض وهنن أحمد وسلمى، ولكن كل واحد منهم مخبي سر عن الثاني بسبب الخوف من انه تخرب علاقتهم. الاحداث بتتفجر لما احمد بيكتشف سر سلمى بالصدفه وبيقرر يعترف لها بسره هو كمان. وطبعا المفاجاه الحلوه ان موسم رمضان الدرامي هيبدا من بكره على شاهد، واولى حلقات مسلسل كامل العدد هتنزل بكره حصريا على شاهد، وتقدروا طبعا تتابعوها يعني قبل انطلاق السباق الرمضاني بشكل رسمي خلال الايام القليله اللي جايه ان شاء الله. يعني حقيقه فسانت هي مفاجاه حلوه للناس طبعاً. اللي انه نبلش هيك رمضان من بدري شويه، بعدين بتبلش اللمه الحلوه هيك بين الناس على شاهد بكير. طبعا امبارح على صفحه شاهد نزل تيزر اغنيه المسلسل بعنوان الجمده، وهي من غناء مصطفى حجاج، والكليب طبعا ماخوذ من مشاهد المسلسل، واعطى الجمهور فكره عن جو المسلسل وقصته الاجتماعيه اللايت. تقدر تعيش 100 حاله و100 شخصيه كمان، كل الاحاسيس الشغاله تحب الطب تكون زيي.